طيب يا شيخ، ازاي ارد على طفل صغير بيسأل عن مكان ربنا؟ الطفل الصغير كيف نجيبه؟ نقول له الله عز وجل معنا في كل مكان بعلمه وقدرته وإرادته، ونعرفه ان ربنا سبحانه وتعالى ليس انسان، ونعرفه ان ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ونكتفي بهذا. وما تظنش في إجابتك للطفل، يعني أحيانا الطفل بيسأل سؤال أنت بتأخذه على محمل الجد، تبقى عايز تجاوب إجابة دقيقة، بينما سؤال الطفل ممكن يكون سؤال ساذج وبسيط وأي كلمة بتقنعه. أنت إذا قلت له الله معنا، الله يرانا، هذا يكفي وسيقتنع بهذا. فأنت مش كل سؤال بيسأله الطفل تعتقد إن هو سؤال يعني عميق ويحتاج إلى إجابة دقيقة عشان الطفل يقتنع، لا، هو سؤال بسيط يحتاج إلى إجابة بسيطة تليق بحال الطفل، والطفل سيفهم وستقنعه هذه الإجابة.